نعم، تحية صباحية لك خميس، تحية صباحية لك ريما، تحية لكل المشاهدين أبناء شعبنا الفلسطيني. نتواجد هنا عند المدخل الرئيس لهذه البلدة قرية اللبان الشرقية. قوات الاحتلال من خلفي تمنع الطواقم الصحفية بداية من تغطية ما يجري، حيث أن قوات الاحتلال منعت المواطنين وكذلك طلبت المدارس لليوم الثالث على التوالي من التوجه إلى مدارسهم في ظل إجراءات مشددة من قبل الاحتلال ومستوطنيه. المواطنون أصروا قبل قليل على إيصال أبنائهم رغم إجراءات الاحتلال، حيث أن قوات الاحتلال قمعت المواطنين وقامت بعملية إغلاق المدخل الرئيس لهذه المنطقة. المواطنون الفلسطينيون تجمهروا عند مدخل هذه البلدة لإيصال أبنائهم إلى هذه المدارس التي تتعرض إلى ممارسات احتلالية. الآن هناك طبعا تجمهرات فلسطينية في المنطقة بهدف السماح وإيصال الطلبة إلى مدارسهم رغم إجراءات الاحتلال. كان هناك عشرات المستوطنين منذ الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم، وحتى هذه اللحظات تواجدوا عند الشارع الرئيسي الذي أغلق بالكامل. في هذه الأثناء قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت مركبات المواطنين، لكن المواطنين أصروا على المرور رغم إجراءات الاحتلال. بإمكان الزميل الشاهد أن يأخذ لقطات لمنع الجنود حتى للطواقم الصحفية من نقل هذه الصورة. نتعرف على السيدة عائشة النباني مديرة المدرسة اللبن. سيدة عائشة صباح الخير، كيف تنظرين هذه الاعتداءات ومنع الطلبة من الوصول إلى المدارس؟ أولاً هاي اعتداءات قمعية همجية من قبل جنود الاحتلال وحماية قطعان المستوطنين بتأدية الطقوس التلمودية وبوجود الشرطة الإسرائيلية. الهدف من نهج أصبح عند الاحتلال يومياً بالوقوف أمام مدخل الشارع الرئيسي وموجود القطعان المستوطنين والجنود ومنع طلبتنا مدرسة الذكور وبنات اللبن الثانوية من الوصول الآمن إلى مدارسهم لإغلاق المدارس وحقهم في التعليم. وهذا الإجراء كيف بتشوفيه اليوم الثالث رغم هذه الممارسات الاحتلالية التي تتواصل لمنع المواطنين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم؟ هذه ممارسات قمعية نقف ونتحداها ونصر على وصول طلابنا وطالباتنا إلى مدارسنا بوجود كل المتضامنين، كل مؤسسات القرية، المجلس القروي، مدراء المدارس، المتضامنين. وبنشكر وبنخص بالشكر تلفزيون فلسطين والسلطة الرابعة وكل وسائل الإعلام اللي استطاعوا إنهم يبرزوا قضية مدارسنا اللي هاي المدارس هي مستهدفة ليست بمنع الطلاب من الوصول وإنما بالاستيلاء على المؤسسات التعليمية كما يدعي المستوطنين وتحويلها إلى مدارس يهودية. نقول لكل جهات الاختصاص، لكل المؤسسات الدولية، اليونيسيف، المؤسسات اللي كفلت حق الطفل، حق الطالب، هو الطالب الفلسطيني ومن ضمنهم ذكور اللبن وبنات اللبن، بوصلوا إلى مدارسهم تحت قنابل الغاز، تحت قنابل الصوت، وتحت تهديد السلاح. نقول لهم مؤسساتنا مفتوحة ولن نرحل وسنبقى صامدين ونعمل كل ما في جهدنا لاستكمال العملية التعليمية. شكرا لك سيدة عائشة النباني. نعم، هناك الآن زميلي خميس، هناك ممثلي المؤسسات وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان جاءوا من أجل الفزعة، وهي رسالة فلسطينية لتحدي الإجراءات الاحتلالية التي تحاول فرض سياستها على الأرض الواقع من خلال قيام قوات الاحتلال لعملية منع المواطنين وكذلك طلبة المدارس من الوصول إلى مدارسهم. متابعة لهذا الموضوع في هذه الأثناء معنا مؤيد شعبان وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد مؤيد، الآن صباح الخير. بداية الآن قوات الاحتلال تمنع المواطنين وطلبة المدارس اليوم الثالث من الوصول إلى مدارسهم وإيصالهم إلى هذه المؤسسة التعليمية، كيف تنظر الآن إلى الفزعة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات؟ يعني هم فعلا قرروا أن يمنعوا الطلاب، لكن الطلاب الفلسطينيين الذين رفعوا العلم مروا رغما عن أنف هؤلاء المستوطنين وهؤلاء المئات من جنود الاحتلال الذي يحمي هؤلاء المستوطنين. اليوم أهل اللبن الشرقية والطلاب اللبن في مدارسهم هم يدرسون ويجلسون هناك ويدرسون. اليوم أثبت الفلسطيني مرة أخرى أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، وهذه الطريق التي ندوس عليها هي طريق فلسطينية ولا لهذا الاحتلال ولا لكل المستوطنين. اليوم أثبتنا من جديد أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية. بالتالي المطلوب منا جميعا ليرى كل هذا العالم ما يمارس بحق هؤلاء الأطفال من عرض
نبض من اعتداء الجنود أمام أعيننا وأمام أعين الإعلام جميعه على طلابنا الأطفال. بالتالي هذه رسالة الحكومة الإسرائيلية، هذه الرسالة الإجرامية، هذه الرسالة العنصرية، الرسالة الاستيطانية، هذا القمع الذي يمارسه هؤلاء الجنود بحق أبناء شعبنا. يجب علينا جميعا أن نتكاتف، لا مجال آخر غير التكاتف والوحدة وتفعيل وتأطير المقاومة الشعبية للنيل من هؤلاء المجرمين، للنيل من هؤلاء الجنود الذين يحمون غلاة المستوطنين الذين كانوا يعربدون على أبناء شعبنا. اليوم الرسالة واضحة، الرسالة واضحة واضحة حقيقية، من أجل أن تكون هذه فلسطينية، من أجل أن يتعلم هؤلاء الأطفال في مدارسهم. اليوم ذهب كل أطفالنا، كل طالباتنا إلى مدارسهم رغم أنف كل هذا الاحتلال، وسنستمر بهذا حتى يندحرهم، حتى يذهبهم، حتى يغادرهم. ولن يستكين الشعب الفلسطيني إلا بإنهاء هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. شكرا لك سيدي مؤيد شعبان. إذن الصورة كما نلاحظ زميلي خميس وزميلتي ريما أن الاحتلال حاول قطع التواصل ما بين قرية اللبن والمواطنين، لكن المواطنين أصروا على إيصال أبنائهم هذا الصباح إلى مدارسهم.